سلط الضوء على الدوزج اللي هو كمية الفيتامين دي اللي يحتاجها كل شخص من عندنا حتى يكون جسمه مفعم وكامل بفيتامين دي لما له من آثار إيجابية على جسم الإنسان، وخاصة راح نتطرق له اليوم وهو المناعة. بما يخص فيتامين دي، ثبتت الدراسات الحديثة وعديدة من هذه الدراسات هي موثوقة وعديدة، ثبتت أنه role of the vitamin D في تقليل من حدة الإصابة بفيروس كورونا. أيضا أكو رواية سوري أكو دراسة أخرى تقول هذه الدراسة بأن فيتامين دي سوف يقلل من مخاطر عاصفة السيتوكينات التي تظهر نتيجة الإصابة بالجسم ولها دور في تفاقم حالة المصاب. أيضا تقليل أو قلة عدد الوفيات للأشخاص الذي يكون لديهم كمية فيتامين دي جيدة بداخل جسمهم مقارنة بالأشخاص الذي يكون عندهم نقص في فيتامين دي. بداية راح نسولف عن فيتامين دي. مصادر فيتامين دي هي مصادر عديدة، لكن أهم مصدرين كإنسان هو عن طريق الفود الغذاء أو عن طريق السكن اللي هو طبقات الجلد اللي هي ممكن توفر الفيتامين دي. الغذاء عديدة من الأغذية مثل الميلك، الإيج يولك، اليوغورت اللي هو الحليب، والبيض، بيض المائدة، واللبن، وحبوب الحبوب اللي هو الحنطة والشعير والكبد مالت الحيوانات، كلها هاي تكون غنية بالفيتامين دي. فراح يكون عندنا مصدره هو مصدر الغذاء، فيروح هذا الفيتامين دي من الغذاء ويدخل الى جي اي تراكت اللي هو جاستروانتستينال تراكت، قناة الجهاز الهضمي. عن طريق السكن، احنا مثل ما نعرف السكن تحتوي على عدة طبقات، البشرة تحتوي على عدة طبقات، من ضمن هذه الطبقات توجد طبقة غنية بالكوليسترول، دهن الكوليسترول. الكوليسترول بعد ما يجينا يوفي لايت من الشمس، ضوء ضمن طول موجي معين جاي من أشعة الشمس، راح يحول هذا الكوليسترول إلى مركب يعتبر هو الحجر الأساس لبناء فيتامين دي يدعى 7 دي هيدرو كارسيفيكول. فكارسيفيكول، 7 الكارسيفيكول هو هذا مصدره من اليوفي لايت يضرب على الكوليسترول اللي موجود بالجلد، فراح يحول هذا اللي هو أول مركب عندنا لإنتاج الفيتامين دي. بعدها هذا المركب يعتبر inactive form الغير نشط، وأيضا هو هذا نفس المركب الغير نشط ممكن احنا ناخذه من الغذاء مالتنا. شو راح يتحول نشط ضمن عدة مراحل؟ المرحلة الأولى راح يروح هذا المركب الغير نشط من إلى الليفر إلى الكبد، هناك انزيمات الكبد راح تحول هذا المركب الغير نشط الذي يدعى 7 دي هيدرو كارسيفيكول المن راح يتحول الى 25 25 دي هيدرو كورسي كارسيفيكول. فمن 7 صار 25 كولي كارسيفيكول. even with that يعني حتى مع هذا الشيء هو هذا يعتبر بعد inactive form الوضع الغير نشط للفيتامين دي او التركيب الغير نشط للفيتامين دي. ال 25 دي هيدرو كارسيفيكول هذا المركب راح يروح على الكدني على الكليات، انزيم موجود هناك بالكليات راح يحول ال 25 الى 1.25 دي هيدرو كارسيفيكول اللي هو هذا يعتبر الاكتيف فورم فيتامين دي. يعني فيتامين دي حتى احنا نحصل على فيتامين دي وضع النشط يجب علينا اخذ غذاء يحتوي على الفيتامين دي اولا، ثانيا ممكن التعرض لاشعة الشمس حتى نكون احنا غنيين بالفيتامين دي هاي ثانيا، ثالثا يجب سلامة الكبد تدخل العفو فيتامين دي راح يتحول الى مركبات نشطة اللي هي بعده يعني عندنا الاول اللي هو 7 بعده يكون 27 والاخر شيء عن طريق الكليات هو راح ناخذ الاكتيف فورم اللي هو يدعى 125 دي او اتش
فيتامين دي هو هذا الاكتف فور. هسه احنا سولفنا على الفيتامين دي والفيتامين دي من مصادره، هسه راح نتطرق الى شغلات ان هو الفيتامين دي شنو دوره بداخل المناعه. مثل ما نعرف احنا المناعه عندنا نوعين، عندنا innate immunity وعندنا adaptive immunity، مناعه انيه ومناعه متقدمه. المناعه الانيه هي عباره عن خلايا دفاعيه راح تتعامل ويا الميكروب في هاي اللحظه في هذا الوقت فيس تو فيس، فهذا تسمى بالمناعه الانيه. راح تمثلها عديد من هذه الخلايا. من ضمن هذه الخلايا اكو خليه تدعى المايكروفيج اللي هي خليه البلعمه. هاي خليه المايكروفيج او هاي خليه البلعمه من يعني تحتوي او يدخل بداخلها هذا المركب الفيتامين دي اذا كان متوفر بغزاره راح يسوي عندها جين اكسبريشن اللي هو تعبير جيني علما لمادتين جدا مهمات راح تطرحها هي هاي المايكروفيج اللي هو كاثلوسايدين والماده الاخرى ديفينسين. كاثلوسايدين والديفينسين هاي مواد تطرح خارج المايكروفيج خليه البلعمه وهي الخليه الدفاعيه اللي راح تتعامل ويا الميكروب. شنو فائدتها؟ الديفينسين هاي الماده مثل الماده الحارقه اللي سبق وقلناها سابقا مثل التيزاب او تسمى مية نار على قولة المصريين. هذا مجرد تعرض الميكروبات اللي هي مثل الفيروسات والبكتيريا راح تسوي بورز اون ذير سيرفيس، راح تسوي ثقوب على السطوح مالته. وهذا الشيء اثبت علميا وهي ريسبيرتوري سينشال فايروس نوع من انواع الفيروسات التنفسيه، شافوا هاي الماده تسوي ثقوب على السطح مالته. الانفلونزا فيروس اكيد دائما الشخص الاشخاص اللي عندهم فيتامين دي يكونون حده الانفلونزا عندهم تكون قليله مقارنه بالشخص اللي ما عنده فيتامين دي. الكوفيد 19 ايضا ثبت دراسات ان هو الديفينسين اللي هو ينفرز راح يسوي ثقوب على من على سطح على سطح الكوفيد 19 هي الماده تدعى الديفينسين. عندنا ماده اخرى اللي هي تدعى الكاثلوسايدين. الكاثلوسايدين هذه الماده هاي الماده هي تسمى تسميه الاخرى ثانيه انتي مايكروبيال بيبتايد. بيبتايد يعني نقصد بها اواصر بيبتيديه من امينو اسيد انتي مايكروبيال اللي هي الاواصر البيبتيديه اللي تكون ضد الميكروبات ان كانت بكتيريا وان كانت فيروسات حتى ان كانت بروتوزوا اللي هي ديدان ما غير ديدان من هذني الباراسايت الطفيليات. شلون راح تسوي؟ اول شيء راح اسوي كليفج اللي هو فلق للسطوح الخارجيه خاصه اذا كانت سطوحها غنيه بالبروتينات لان هي عندها بروتولايسيس تحلل البروتين. راح تسوي destruction of the virus اكيد راح تفجر الفيروسات هاي الماده. ايضا راح تسوي stimulation علما للمايكروفيج اخرى، يعني تخيل هذه الماده راح تدمر الفيروس راح تثقب الفيروس وراح تصيح يعني تنادي الى خلايا دفاعيه ثانيه اخرى تقول لهم تعالوا لهذا المكان، هذا المكان بفيروسات. فبعد الفيروس ما يقدر يتحرك، ما يقدر يحوس، ما يقدر يسوي اي شيء لان هو اتحاصر من كل جهه. فتسمى هذه الماده كيموتاكسس اللي هي يعني اللي تثير كيميائيا خلايا اخرى واتراكتد تجذبهن اذا هذا الموقع. فهذن المواد اثنيناتهن مهمات اللي تفرزها المايكروفيج في حالة إذا كانت المايكروفيج أكو فيتامين دي، وكل ما كان الفيتامين دي عالي زاد الجين اكسبريشن زاد التعبير الجيني وإفراز هذني المواد. إذا نتخيل هذه المادة الفيتامين دي غير موجودة فأكيد الجين اكسبريشن راح يكون قليل، فراح تكون كمية الديفينسين قليلة وكمية الكاثلوسايدين راح تكون قليلة، وبذلك راح تكون عندنا المناعة الآنية ضعيفة جدا. بس نتخيل إذا واحد عندنا نقص فيتامين دي فمناعة الآنية اللي هي راح تتعامل ويا الفيروس شلون راح تكون؟ أكيد راح تكون بسيطة جدا. واضح؟ أوكي. بالأدابتيف إميونو ريسبونس اللي هي المناعة المتقدمة اللي هي مسؤولة عنها الخلايا اللمفاوية. نفرض احنا السيناريو صار هي نفس المايكروفيج تبلعمت هذا الفيروس اكلته وعبرت عن الفيروس
على السطح الخارجي مالته لغرض اعلام كيسير للخلايا اللمفاوية. الخلايا اللمفاوية هي راح ترسل اشارات المن لخلايا لمفاوية اخرى تدعى تي هيلبر 2 سيل. تي هيلبر 2 سيل الخلايا التائية المساعدة النوع الثاني. هاي في حالة اذا كان عندي فيتامين دي، راح يكون المسار بهذا الشكل، اللي هي تي سيل راح تتحسس وجود الفيروس، راح ترسل انترلوكين، راح تنشط التي سيل النوع الثاني المساعد النوع الثاني، وبذلك راح ترسل ايضا انترلوكين 6 انترلوكين 5 سوري انترلوكين 5 و4 الى البي سيل، وعلى اساسه خلايا البلازما راح تنتج عندي الانتيبودي بوفره، وهو هذا الهدف من المناعه مالتنا. الهدف من المناعه والهدف من اللقاحات هو انتاج عندك انت انتيبودي اجسام مضاده، اضافه الى خلايا تدعى هذه الخلايا بخلايا الميموري، الخلايا الذاكره، اللي هو مجرد مره ثانيه راح تتعرف على الفيروس راح تفرز انتيبودي as soon as possible، وينتهي شر الفيروس بدون ما تظهر عليك اعراض او بدون ما تتفاقم عندك الاعراض. واضح؟ اما اذا كان السيناريو غير شكل، يعني اذا كان عندي نقص بالفيتامين دي، ايش راح يصير؟ تي هيلبر سيل راح تنزل اعاز اللي هو انترلوكين 12 المن الى تي هيلبر 1. هاي تي هيلبر 1 هي خلايا مناعيه، بس احنا نتمنى ما يصير لها اكتيفيشن. ليش ما يصير لها اكتيفيشن؟ لان هاي مسارها غير هذا المسار. مسارها راح ترسل اعازات اللي هو انترفيرون جاما الى خلايا تدعى النيتروفيل، خلايا دفاعيه اخرى. قد واحد يسال اوكي هاي خطوه جيده ان هي ترسل، يعني ترسل اعاز الى خلايا دفاعيه اخرى وراح تنجذب. اي بس هاي الخلايا الدفاعيه الاخرى ما راح تنجذب لهذا المكان، ما راح تقتل بس الفيروس ولا تؤدي وظيفتها بس فقط، فراح تسوي وظيفه اوفر زياده، هي افراز السيتوكينز، اللي هي افراز السيتوكينات. السيتوكينات هي لغه خطاب ما بين الخلايا الدفاعيه وخلايا الجسم. راح تفرز انترلوكينات اللي هو انترلوكين 6 انترلوكين 8 وتيومر نكروسيس فاكتور، وراح تفرزهن بغزاره جدا. هذني الهن تاثيرات عظيمه، ويسمى فرزهن وتاثيرهن يدعى بعاصفه السيتوكينات، اللي اكيد سامعين بها، اللي اغلب مرضى الفيروس كورونا اللي تتفاقم عندهم الحاله تكون عندهم سايتوكينز ستورم، اللي هي عاصفه السيتوكينات. هاي عاصفه السيتوكينات، وهاي السيتوكينات راح تروح لعده اعضاء موجوده بداخل جسم الانسان. اول عضو راح تروح على الكبد، ومن راح تروح على الكبد راح يزداد عندنا سي ار بي اللي هو سي رياكتيف بروتين، اللي هو اكيوت فيس بروتين، من بروتينات الطور الحاد اللي تنفرز في حالات الالتهابات. اضافه الى تفرز الكبد راح يفرز فايبرينوجين، والفايبرينوجين هو البروتين الذي يعني له دخل او ميكانيكيته في عمليه تولد الجلطات والخثر. راح تكون فرازه كل زياده مما يصعد عندي، اذا سامعين بيه في شيء اسمه يدعى الدي دايمر، والدي دايمر عندي هنا من راح يرتفع. على هذا الاساس ممكن المريض تصير عنده خثر بسيطه، والخثر تتجمع حد ما تكون عنده جلطه كبيره، وهذه الجلطه ممكن تسبب له مشاكل، ممكن تسبب له انسداد بالاوعيه الدماغيه في الجلطه الدماغيه او صدريه بالقلب، او حتى تروح على الكليات. واضح؟ في حالة إذا كان عندنا نقص الفيتامين دي راح يروح هذا المسار. أيضا ممكن هذا السيتوكينات راح تروح على الليفر، سوري على الهارت، راح يصير عندي تيكيبينيا وبريديكارديا تيكيكارديا، اللي هو ارتفاع او عدم انتظام ضربات القلب، تسارع وتباطؤ ضربات القلب،
والتسارع والتباطؤ المفاجئ في ضربات القلب يضعف عضلة القلب، وممكن يسبب تلف عضلة القلب ويسبب عنده أزمة صدرية أو أزمة قلبية العفو، الذي تدعى بالمايوكارديال انفكشن اللي هي احتشاء عضلة القلب. فخلنا نتخيل سوا إذا كان الفيتامين دي عندنا موجود بوفر، شلون راح يكون المسار اللطيف الجيد، هو مسار كل إنسان صحي لمواجهة هذه العدوى. أما إذا كان الفيتامين قليل، فممكن المسار راح ياخذ بهذا الجهة، وهذا تعتبر جهة استجابة مناعية غير صحيحة، استجابة مناعية أوفر، زيادة عن الحد المطلوب، وكل شيء يزداد عن حده ينقلب ضده. أعراض سوري أعراض الإصابة بالكورونا هي عديدة، كلكم تعرفوها. فيتامين دي ممكن يخفف من هذه الأعراض إذا كانت عندك وفرة، لكن الفيتامين دي ما راح يمنعك من الإصابة. ممكن تصاب أنت بالكورونا فيروس حتى لو كان عندك فيتامين دي عالي، ولذلك احنا جميعنا ننصح ان هو يكون الشخص يلزم البيت وما يطلع بالبيت الا في حالات الشغل الضرورة، لان هو بعد الوباء ما انتهى، وخاصة عندنا بالعراق التعقيم بالعراق هسه يمكن صفر، يرجعوا يعني عقموا، اتمنى ترجع التدابير الصحية والتعقيم، نفس الكمامات شبه انعدم، حرامات لازم نفس الكمامات، نرجع لنفس الكمامات ونستغني عن الكمامة، social distance التباعد لازم يكون أكثر من متر، ويا ريت يوصل إلى مترين يكون أفضل، كافي إحنا متلاصقين ومتلاحمين بكل شيء، حتى بالكورونا وحتى بالمرض إحنا متلاحمين، هذا الشيء مو صحيح. الدوز مال فيتامين دي يختلف حسب الأعمار وحسب الحالة، مثلا إذا كانت مثلا امرأة حامل أو غير حامل، الامرأة مرضعة او غير مرضعة، يعني ترضع الاطفال زين او لا، فالليفل مالته يكون مختلف. تقريبا كل الشيلدرن والادلت لازم ياخذون بير دي، اذا تريد تاخذ انت دواء لازم 4000 انترناشونال يونت باليوم، يعني خلال شهر كامل لازم انت عندك 120,000 انترناشونال يونت موجودة بداخل جسمك. أما عن طريق الغذاء أنت لازم تأكل أكلة تحتوي بالقليل في اليوم الواحد على 600 international units، ومرات الأطفال اللي هم الرضع يعطوهم حبوب، سوري مو يعطوهم، يعطوهم قطرات تحتوي على الفيتامين دي، لأن يعتقدون أن هم الفيتامين دي قد العمر راح يكون قليل، ولذلك يكون بالملك قليل، فلذلك يفضل الأطفال تعطيهم قطرات من فيتامين دي حتى يحصلون ال 400 انترناشونال يونت بير داي، وخلال شهر كامل يكملون فوق ال 120,000 انترناشونال يونت حتى يحصلون على كمية الفيتامين دي اللي هم لازم يحصلوها أو لازم تتوفر بداخل جسمهم. وأتمنى ما كنت يعني حاولنا احنا نغطي كل الامور، وانا حاولت احكي سريع لان اكيد اكو تساؤلات كثيرة عندكم، فيعني شكرا لكم طبعا، وشكرا على وجودكم، وكل شيء ان شاء الله كان واضح وكل شيء كان بسيط، فاتمنى اي استفسار اي تساؤل انا موجود. بالعكس، شكرا لك يا دكتور مروان، يعني اقتضاب وقلت المقتضب والمفيد. شكرا لك دكتور. شكرا. لو في اي تساؤلات رجاء، والرابط سينزل، معناها الاقتضاب واختصار السؤال وترك المجموعة، ليكون كل انسان من لديه استفسار او شيء يحب يطلع عليه باقتضاب الحضور، يعني تستطيع كل إنسان يفتح المايك يعرف بنفسه ويتفضل. ومرحبا لتواجدكم. Unmuted.
Muted. اللي عنده استفسار مثل ما تفضل الدكتور يقدر يفتح المايك ويسألنا أي سؤال احنا نقدر نجاوب عليه إن شاء الله. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، يا أهلا وسهلا. أهلا دكتور مروان. دكتور بلا زحمة عليك، إذا شخص أدى نقص فيتامين دي شو تنصح يعني حضرتك؟ إنه يتعرض للشمس، زين التعرض للشمس هل في أوقات الصباح الظهر مساء يعني، وشنو العلاج اللي ممكن ياخذه من الصيدلية؟ طبعا هو احتواء فيتامين دي لازم تكون عدة عناصر الشخص يحتويها، اللي هو يكون الغذاء الصحي يحتوي على الفيتامين نعم دي، التعرض للشمس، بس مو معناته التعرض للشمس هو يكون جوه الشمس، لا لازم يكون مثلا يعني حتى لو كان بغرفة لازم يفتح الشباك مالته وتوصل له أشعة الشمس. مثل ما نعم تعرفون أكو أشعة الشمس تدعى اليو في لايت، هاي اليو في لايت موجودة من الفجر لحد الساعة 10 الصبح تقريبا، 9 الصبح حسب إذا كان شتاء أو كان صيف. هذا اليو في لايت هو من خلاله راح نكون احنا نحصل على طول الموجي اللي راح يحول الكوليسترول إلى فيتامين دي. لكن بعد هذا الوقت، بعد الساعة 9 أو 10 لحد الساعة 2 أو 3 الظهر، هاي الأشعة تسمى أشعة ضارة جدا، يعني ما نعم يفضل واحد يتعرض بها. إذا شايفين أنتم دائما الغرب يطلعون يركضون الفجر، ليش يركضون الفجر؟ حتى تضربهم هذه أشعة الشمس اللي تحتوي على إشعاعات وأطوال موجية تكون مفيدة لهم. فإذا عرفتي تتعرضين لأشعة الشمس تعرضي هاي الفترة من الصباح لحد التسعة، يعني من الفجر للتسعة أو العصر، هاي الفقر يعني الفترة العصرية يعني بها هذا اليو نعم في لايف هو ضروري. أما إذا فيتامين دي ما قدرتي بالشمس ولا قدرتي بالأكل لازم أنت تاخذينه. اكو امبولات مال فيتامين دي ياخذوها يعني ويا العصير، نعم بس هاي الامبوله تاخذها مره واحده او مرتين بالشهر، بس هاي اذا كان عندك مشكله مال امتصاص من تاخذها انت ما راح يمتص الجسم. فانا دائما انصح العالم، انصح ياخذون حبوب هذا بيردي يوميه واحده افضل من ياخذون امبوله واحده بيوم واحد او بوقت واحد، حتى اذا ما صار امتصاص اليوم يصير باكر، يصير عقبه، نعم يصير ورا. مو مرة واحدة انا اعرض الجسم لكمية فيتامين دي وها هي انتهت. انا اشوف هذا النشا افضل يعني الحبوب. شكرا جزيلا دكتور، ربي يا يوفقك. اهلا وسهلا بيك، مساء الخير دكتور مروان. مساء النور، اهلا وسهلا بيك عزيزي. يحفظك الله. نمير عدنان عزت، طالب مرحلة ثانية كلية التقنية الطبية جامعة الفراهيدي. اهلا وسهلا بيك الله ومرحبا. يحفظك. هاي الله من اي دكتور. محافظة؟ عفوا بغداد. أنا من بغداد ومتواصل هواي من زمان أحضر محاضراتك. نتشرف بحضرتك، أهلا وسهلا. حبيبي دكتور يحفظك ربي. إحنا نعرف، عندي سؤال على فيتامين دي، اللي نعرف دائما خلينا نقول كبار السن اللي عندهم دايابيتس أمراض السكر دي يصير عندهم هم أكثر شيء الإصابات، ودي يصير عندهم نقص فيتامين دي، شلون نقدر نحميهم؟ يعني مثلا هل إنهم أمبولات مثل ما قلت جنابك، أو مثلا حبوب، او مثلا الطعام، يعني شلون مثلا في الطريقه من جلاله؟ شوف طبعا هو المرضى السكري احنا دائما نكون حذرين وياهم بالطعام، يعني انا ما اقدر اقول له روح اكل او روح اشرب القضايا المفتوحه، لان كميه هو الخيار الوحيد ان هو ياخذ حبوب اللي هي غنيه بالسبلمنت المكملات اللي هي الفيتامين دي والزنك والكالسيوم وهاي الامور كلها، لازم هو يبدي ياخذها، نعم وايضا لازم يتعرض للشمس، افضل هذا الشيء يكون اليه. ثاني شغله تحميهم من الاصابه، لازم هم يعني يكونون حذرين من الاصابه، لان هم اكثر ناس تكون مناعتهم قليله، دائما ابو السكر يكون مناعته هو قليله، هذا بالضبط يكون مناعته بالضبط. قليله ويكون هايبوكسيا عنده. شنو هايبوكسيا؟ بدون اصابه مالت الكورونا تخلي جهاز الاكسجين تلقى اكسجينه 95 94 لا وهو طبيعي 98 99، هم اصلا اوريدي كميه الجلوكوز اللي عاليه تسوي هايبوكسيا عنده، تخلي قله الاكسجين عنده، فهو قليل اكسجين وقليل مناعه وقليل فيتامين دي وقليل حظ ان يلتقى بواحد اصابه بالكورونا، فالله يكون بعونه. كل غلط. صحيح صحيح تمام كلامك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام واهلا وسهلا بك. حياك دكتور على هذه المحاضرة الجميلة. أنت الأجمل يا طيب، أشكرك.
دكتور، ما مثلا انه دور فيتامين دي في منع اصابه كوفيد 19 او في القضاء على الفيروسيه محل جدل بين العلماء. اخر الابحاث ارجأت مساله هذا التاثير الى الكلينيكال ترايل. انا اسال دكتور، الكلينيكال ترايل اللي سجلت يعني من بدأ الجائحه لحد الان يمكن حوالي 10 الى 12 دراسه سريريه، هل طلعت حاليا نشرت كم دراسه نقدر نشوف من عندها يعني تاثير فيتامين دي على هذا الواقع؟ نعرف انه الكلينيكال ترايل هي الامر اللي تحسم يعني تاثير هذا الفيتامين على الكوفيد 19 من عدمه. طبعا شكرا على سؤالك، هذا سؤالك جدا مهم وجدا رائع. طبعا الرول الفيتامين دي اجينست فيروس اند بكتيريا بهاي القضيه من خلال الديفينيسين ومن خلال الكاتاليز اصلا اوريدي صار لها تقريبا اكتشفت فت كذا عقد من السنين، يعني الريسبيرتوري سينسيشال فيروس ما اعرف ايش وقت اكتشفوه بس مو بالخليفه 50 سنه، فاكيد الابروفل والكونفرميشن اباوت فيتامين دي اجينست ريسبيرتوري سينسيشال فيروس موجوده. لكن تعرف انت بعد الكورونا فيروس هو فيروس 2019 عمره لحد هسه، احنا يعني ما صار لنا تقريبا قد 3 سنوات، فكل الدراسات اللي موجوده هي ما بيها كونفرميشن وكلها مثل ما قلت انت ضمن ترايل معين. بس قالوا العلماء اكيد ما دام تركيب الفيروس والكابسيت مالت الفيروس والميكانيكيه مالت الفيروس تشابه الى فيروسات اخرى فممكن يكون الفيتامين دي دوره فعال. اكدوا هذه الدراسه من خلال دخول المستشفيات ومن خلال المرضى الموجودين بالمستشفيات. كل مرضى المستشفيات اللي عندهم مو مثل عندنا، احنا المريض اللي عندنا سوي له سي بي سي يشوف الليمفوسايت عنده، سوي له فيرتين دي دايمر وها هي انتهت، ما يسوي له شيء ثاني يعني صراحه. هم لا، هم يسوي له كل شيء حتى الفيتامين دي يسوي له حتى يشوفون. فشافوا الاشخاص اللي داخلين وراقدين المستشفى يكونون عندهم فيتامين دي، سجلوا السيفيريتي مالت الحالات مالتهم ضمن احصائيات اقل من الاشخاص اللي يكون عندهم ديفيشنسي، اقل من الاشخاص اللي يكون عندهم نقص. زين اوريدي هم عندهم بيبر قديم. العفو دكتور، ما اتفقت كل الدراسات على هذا الجانب، بعضها ما اتفقت. شوف هو انت ماكو دراسه تتفق هسه حاليا، لان تعرف الدراسه حتى تتفق يراد لها شقد يصير سايكيشن، يراد لها شقد يصير بها كونفرميشن، يراد لها كلش هواي. ومثل ما احنا اتفقنا ان هو الفيروس حديث، فمستحيل هسه كميه الدراسات اللي موجوده راح تسند هذا الكلام، ولا كميه الدراسات الموجوده راح تفند هذا الكلام. دكتور انا اسال انه الكلينيكال ترايل اللي سجلت من بدل يعني سجلت بعد شهرين وثلاث اشهر من الجائحه، يعني صار لها تقريبا سنه ونص، هل طلعت على ارض الواقع ونشرت بعض هاي الدراسات؟ موجوده اي اكيد، احنا شلون استندنا هذا الكلام؟ اكيد الدراسات موجوده. اذا تحب هذا ايميلي موجود، انا راح ادز لك مجمل دراسات اللي هي تنص على هذا الشيء. وبالمناسبه اذا تحب هاي الدراسات موجوده، تقدر انت تسوي لهم سيرش بالجوجل والسكولر، يعني طب على السكولر اتمنى جوجل سكولر، وتاخذ هذين التايتلات الموجوده، راح تلقى تايتلات واحده قديمه يعني نقدر نقول 19 او 20، واكو واحده حديثه اللي هي بال 21. كلها هي هاي الدراسات اللي هي ثبتت، بس احنا جاي نقول هسه الدراسات ثبتت دور فيتامين دي بهذا الخصوص. شاكر جدا اهلا وسهلا بك يا مرحبا. اكو بعد سؤال؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، اهلا وسهلا. معك وسن ساهر، طالبة ماجستير. دكتور بس عندي سؤال حول التحليل الفيتامين دي. لما احلل فيتامين دي يعني ايهم يعني افضل يكون، انه من يعني احدد ال 25 دي لو ال 1.25؟ يعني أنا من أريد أقرأ ال 25 دي لو أقرأ ال 1.25. زين إحنا راح نرجع على هذا السلايد القديم. يعني عفو دكتور، العفو دكتور، مو حضرتك يعني قلت إنه بالليفر
بيكون ال 25 دي مو تمام، بينما بالكدني راح يكون ال 1.25. يعني انا مثلا من اريد اشخص التيست سؤال، اكو طبعا تيستات تقيس توتالي فيتامين دي اللي هو راح تقيس هذا وهذا راح تقيسه وتقيس حتى هذا، هذا توتالي. واكو تيستات لا معرفته اللي هو بس دي او اتش اللي هو 1.25 اوكي، هذا هو الاكتيف فورم. اذا كانت انت دراستك ان هو حول الاكتيف فورم اوف ذا فيتامين دي هو كذا كذا، ريكومندد انت تقيسين بس هذا اللي هو الباحث 1.25. بينما اذا كانت انت دراستك هو مثلا سيرفي اباوت فيتامين دي انسايد ذا هيومن بودي، لا ريكومندد تقيسين يمكن توتال 3.25 يكون صح ولا غلط؟ هذا توقع مثلا هذا سؤال بالمناقشه، قلت لك انت ليش ما قستي ال7 دي هايدرو كورتيزول قستي بس ال1.25؟ راح مثلا هو دكتور صراحه هو ردت اعرف انه اكو فرق انهم من اقيسهم يعني مثلا طبعا شنو انت الدراسه مالتك شنو العفو بلاد احمد شنو التايتل مالتها؟ انا ربط عن يعني عندي على الكيتو دايت وعلاقته يعني ويا الفيتامين دي يعني ما دام الكيتو دايت انا ريكومندد انت تسويها كذا. هو على الكدني تمام، هو على الكدني فانكشن والليفر اقول ال 7 وال25 يعني اف اف باكيت افيلبل، يعني اذا الكتات متوفره تسوي تمام اوكي، اذا الكتات ما متوفره راح تضطرين انت تسوين واحد من عندك. بس مثلا واحد شخص ثاني يريد يشوف تاثير فيتامين دي على عمات الجسم وما راح يسوي 7 دي هايدرو غلط، ولا يسوي ال 25، يسوي لي الاكتيف فور راسة دايركت. يعني انا ممكن انه ثلاثتهم اقيسهم وممكن انه واحد من انهم يعني هو اللي راح الى يكون علاقه بالكدني او بالليفر راح يكون هذا يعني سوري على التدخل. انا لو كنت المشرف مال انا قلت لك قيسيهم ثلاثتهم او قيسي توتال، اكو كيتي دي توتال اقيس كل شيء. زين دكتور انا بهيك حاله معناها ما راح اقدر اشخص انه انا مثلا هذا تاثير على الكدني بالضبط، يعني انا من اريد على الكدني فانكشن اربطه لازم اقيس ال 1.25 مو تمام؟ اوكي اوكي نتفاهم احنا بس دقيقه ولو طولناها. انت ليش علاقه بالكدني؟ ها هي الكدني شنو تخرج؟ راح تخرج 1.25 تمام، فاحنا لازم نقيس هذا كإخراجية كدني، كإنتاجية كدني لازم نقيس هذا صح؟ تمام. هذا لو هل معنات الكدني هي ما جاي تخرج صحيح؟ لا، يجوز هو اوريدي قليل منها بالفود، فاحنا لازم شنو نقيس؟ نقيس قبل الكدني، يعني لازم نقيس قبل الكدني هذه الكدني. يعني محتمل انه وصل هو المرحلة انه 25 دي أو ما وصلت الكمية الكافية للكدني. أوكي. شكرا جزيلا دكتور، جدا واضح، شكرا. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. مساكم الله بالخير دكتور، صحة وعافية إن شاء الله، بارك الله فيك على المحاضرات الطيبة. أهلا وسهلا بك يا عزيزي. وسام محمد من دارة صحة بابل. أهلا وسهلا بكم. دكتور بس استفسر من عندك، إذا كان أكو استئصال للثايرويد جلاند، هل أكو تأثير على الدي 3 في المستقبل؟ طبعا أكيد أكو تأثير على الدي 3 بالمستقبل، لأن هو الثايرويد جلاند هي تقريبا تتحكم بالميتابوليزم of تقريبا all cells inside the human body من خلال يعني كثير من الوظائف الحيوية داخل الخلايا اللي فأبو الثايرويد جلاند اللي طوال الاستئصال واللي صاير عنده الهايبوثايرويديزم وحتى الهايبرثايرويديزم عمره يكون الفيتامين دي ما راح يكون عنده طبيعي، خاصة في حالة إذا استأصلنا جزء من عندها، وأكيد من نستأصل راح نستأصل الـ BTH اللي هو الباراثايرويد جلاند اللي موجودة وياها، فتعرف أكو علاقة كلش قوية ما بين هذين الميكانيكيات
فاكيد راح يكون تاثيره قوي، فيحتاج ياخذ سبلمنت فترات كلش طويله للفيتامين دي. نعم دكتور، يعني اذا كان استئصال للثلاث فقط بدون الباراثيرويد ما حيأثر لو الا كان استئصال كلي؟ اكيد اثنيناتهم، ان كان ثايرويد وان كان باراثيرويد اكيد راح ياثر، اكيد ما راح اشوف الفيتامين دي نورمال، راح اشوفه كله لو. اكيد عفوا دكتور والله تعبتك، بس ايه هو افضل بالنسبه لقياس فيتامين دي 3؟ اكو ناس تقيسه على الكوباس، اكو ناس تقيسه على اكروما، اكو ناس تقيسه على الافياس، اكو ناس تقيسه على الهاني فايروس. صراحه اكو ناس يعني راح تقول انت راح تحكي على شركاتنا وتقول مو شركاتنا زين وايد، بس اذا تسالني سؤال شخصي تقول لي انت بمن تثق كمروان، اقول لك انا غير الفايروس ما احلل. على راسي الله يحفظك. إذا أنت تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي ست أسمعك. أستاذ أنا اسمي سارة خالد حميد، طالبة جامعة قسم علوم حياة، بس عندي سؤال، شنو أعراض فيتامين دي 3؟ في بشكير الحمام؟ صراحة أي نعم دكتور، إذا ممكن تشرح لي عليها. والله اعراض فيتامين دي، نقص فيتامين دي كثيرة وعديدة لحد ما صارت مريبة، لأن هو وايد دراسات شافوا اللي عنده الاظافر مالته غير متكامل، النمو مالته شايف عنده تساقط في الشعر، شايف عنده تسارع وضربات القلب، شافوا اللي عنده نسيان، يعني حتى مرحله نسيان، ضعف بالنظر، شافوا كل هذا من فحصولهم، شافوا كلهم يكونون عندهم يعني نقص بالفيتامين دي. فهل نقص بالفيتامين دي سوى هاي الاعراض او شارك بظهور هذه الاعراض؟ لحد الان ترى ما ثبت علميا، بس هواي الى اعراض نقص فيتامين. يعني مثلا اذا شخص عنده تساقط بالشعر وهو لا عنده عامل وراثي ولا متعرض الماده خلت شعره يتساقط ولا تاثير الهرمونات، هرمونات بداخل جسمه كلها طبيعيه، فقط الفيتامين دي كان قليل، شافوا من اخذوا الفيتامين دي قلل تساقط الشعر. ايضا كذلك النساء اللي صار عندهم تسارع وضربات القلب او الضربه الهاجره، شافوا من هو من هرمونات نقص بالفيتامين بنعوضه بفيتامين قلت عندهم هاي القضايا مال تسارع وتباطؤ وضربات القلب. واضح؟ انا المايك مالي كلش عالي وكل شيء ما جاي نسمع، سوري. اكو شخص ثاني ما ادري اسمعك ورا المايك. انا حتى ما سمعت كلب كذا بالمايك. اوكي يا ريت اللي فاتحين المايك تبين. اوكي سؤالك الثاني. ها هي دكتور، بس كان عندي هذا السؤال، شكرا لك. يا هلا. السلام عليكم دكتور مروان. عليكم السلام، اهلا وسهلا. دكتور اني معاه بجمعه خريجه تحليلات مرضيه، بس عندي سؤال دكتور، أنا الطبقة الخارجية من أظافري دائما تتقشر، يعني هيجي أقشرها يعني تتقشر بشكل مو طبيعي، وسويت تحاليل وطلعت كلها طبيعية يعني. زين أسألك على التحاليل اللي سويتها، شنو هنا التحاليل على السرير؟ والله يعني ما يعني ما أنا قبل فترة سويتها، أتذكر سووا لي الفيتامينات بس قالوا يعني احتمال هي خربطة بالهرمونات ما لها علاقة بالفيتامينات. شوفي عزيزتي، ما دام أنت عندك هاي القضايا مات الأظافر ومشكلة بالأظافر، الأظافر يطلب بتركيبها عنصر مهم اللي هو الكالسيوم، فإرادة فحصين كالسيوم أخاف عندك نقص كالسيوم، أيضا إرادة فحصين فيتامين دي وفيتامين دي، حتى يمكن اذا تعوضينه هاي المشكله يجوز تروح ويجوز تبقى، لان مثل ما قبل شويه قلت هو ممكن نقطه يصاحب الامور وليس المسؤول عنها. ثالثا يا ريت تفحصين فحص اللي هو الكي او اتش اذا سامع بي، اخاف لا سامح الله اكو نمو فطري لا يسبب لك التساقط، اكو مرات فطريات تنمو تسبب تساقط بهذا الشيء، اور يكون عندك تحسس بالجلد اللي هي نوع من انواع الاكزيما اللي ممكن جاي يسبب هاي الامور. فانت هسه نصيحه، كالسيوم
KOH skin scrubbing والفيتامين دي تسويهم زين وتشوف ايش تمام. يعني بسرعه يعني ما اطولهم على طول الطبيعي بس مو نقول النمو مال الاظافر اللي يتقشر لا الاظفر اللي يتقشر. ممكن يكون عندك هذا فتشي نادر يسموها نوع من انواع المارفن سايدروم اللي هو ملازمه مارفن اللي هو تكون الاصابع شكلها من قدام مثل الطوبه صايره والاظافر تكون يعني مثل المعدومه. ما اعتقد هاي الشغله عندك لان هاي نادره جدا. فقلت لك يا اما هذاك الشيء يعني شوفين حللين وشوفين بدون ما تحللين اخذي مكملات تحتوي على الكالسيوم. كالسيوم مهم. شربي حليب. تجاي تشربين حليب؟ لا ما احب الحليب. اباعي موجود هو نقص الحديد العفو نقص الكالسيوم والحديد اللي هو يوفره. ممكن الحليب انت ما جاي تعوضينه. حاولي تشربين حليب فترات لمده 20 يوم 30 يوم وشوفي اذا قلت عندك هاي الحالات يعني كان عندك نقص كالسيوم. ف حل القضيه. شكرا دكتور جزاك الله خير. توقعت انت ما تشربين حليب. دائما اللي ما يشربون حليب يصير عندهم هاي المشاكل. حاولي تشربين دكتور. ما نحبه يعني ما احبه يعني شو اسوي؟ غصبي نفسك عليه. اكو نكهات ولو ابو النكهات مو مثل ما يكون هذا العدد. غصبي نفسك عليه افضل لك. شكرا دكتور جزاك الله خير. اهلا وسهلا. اهلا دكتور واصف. انا السلام عليكم دكتور. والله اعتقد نكمل اخر مداخله وباختصار لو سمحت. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا بيك. أسمعك والله. أنا رنا فيحان مدرسة بتربية بابل. أهلا وسهلا دكتور. بيك. الله يسلمك. أنت دائما رائدة بهاي المحاضرات. أهلا وسهلا بيك. يعني أنا اسمك دائما أول مرة أسمع صوتك. شرفنا بحضورك. لا دائما أسألك دكتور. دائما أنا أسأل يعني ما فات محاضرة ما بيك سؤال. بس ما منتبه. منتبه على اسم بالقوام. أهلا وسهلا بيك ومفخرة معرفتكم صراحة. أشكرك دكتور. الله يخليك. احنا نشكر والله جهودك يعني معلومات كلش حلوة وقيمة. حيل ده نستفاد. دكتور سؤال. الجرعة يا وقت يفضل ناخذها جرعة الفيتامين دي 3 يعني هسه إذا عنده نقص واحد ياخذها بيا وقت يعني فضل الصبح الظهر بالليل؟ هذا سؤال. السؤال الثاني المادة الغذائية اللي واجب نتناولها ويا الجرعة يعني شنو شنو الأكل اللي ناكله ويا قبل لا ناخذ الجرعة بحيث يسهل امتصاصه؟ والله سؤال جدا مهم انت وجدا احييك على هذا السؤال. الوقت اللي يفضل انه ناخذ الجرعة هو وقت نشاطنا اللي هو الوقت يكون يعني مورنينج صباحا الى الحد المساء مو بالليل ناخذ الجرعه لان هذا الوقت يكون نشط به الجهاز الهضمي نتيجه افراز العديد من الانزيمات ومن الهرمونات بهذا الوقت. تحسين دائما انت ليش اقول لك انت تاكلين الصبح لا تاكلين بالليل لان حركه المعده بالليل وامتصاصها تكون اقل ما هي تكون على الصبح. فاحنا ما دام هدفنا الامتصاص فيجب ناخذها هذه الفتره اللي يكون احنا بها نشاطنا اللي هي فترة بعد الغيوم بعد الغداء العصر. نتجنب هاي ناخذها احنا بالليل لان نحاول احنا ناخذ الماكسيمم اكشن اوف غازيترو انتستينال يعني الوضع النشط للمعدة حتى هي تمتص هذا الشيء كله. يفضل ان هي تشرب وياها سوائل ما تنوكل وياها اكل يعني احنا من اخذنا الجرعة ما سوينا وراها دايركت. ليش؟ لان ممكن هي تتحد ويا مكونات الاكل بينما السوائل نعمل لها ديفيوجن على المعده فيصير لها ابزوربشن اكثر. يعني افضل شيء هي السوائل. زين عصائر طبيعيه اكيد هذا الشيء. عصائر طبيعيه ونسبه السكر بها قليله خوفا لا يتحد ويا السكر ويروح بعدين يعني ياخذ غير مسار. يعني فشيء يعني بسيط يعني سوائل تكون بسيطه. وشكرا على سؤالك طبعا. ربي يوفقك. يلا ختاما وشكرا لك دكتور مروان بالعكس على كل هالمعلومات وخصوصا على كل الاجابات ورحابة صدرك. شكرا بالعكس. مرحبا بك. طبعا هاي فرصه احنا اغلبنا جاي تسمعنا عراقيين فانت ضيف لنا يعني وان شاء الله احنا والله اصبحت ابن بلد عراقي. عراقي ان شاء الله ابن البلد واحد من عندنا. الله يبارك لك. شكرا لك على المحاضرة وشكرا لكل أعضاء. للأسف حنقفل كل التساؤلات. العفو دكتور بس آخر أقفلنا بالعكس.
قفلنا كل التساؤلات، وإن شاء الله يا رب بمحاضرات قادمة وتكون كل التساؤلات موجودة. ومرحبا بكم بكل إن شاء الله يا رب. يلا حينزل رابط الحضور. تصبح على خير دكتور مروان، وشكرا. شكرا عفوا خاصة المحاضرة محتاج جدا. دكتور نزل الرابطة. يا قومي قومي مع الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. العفو بس ممكن أسأل الدكتور سؤال؟ أكملنا الأسئلة، آسف يعني خلصنا المحاضرة. طيب في محاضرات ثانية تخص موضوع فيتامين دي؟ إن شاء الله في الروابط متاع المنصة والفيسبوك، ومرحبا بك. ممنون شكرا. شكرا. نزل الرابط. الرابط موجود. الرابط. السلام عليكم. يلا. أنا سجلت برابط الانصراف قبل قليل، هل نحتاج أسجله مرة ثانية؟ نزل الرابط الانصراف موجود، يعني لازم للحصول على الشهادة رابط الانصراف ورابط الحضور. مرحبا بك. خير ومرحبا بكم.